السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. كما وعدناكم سنبدأ على بركة الله تعالى كورس جديد خاص بالمشين ليرنينج والباتر ريكوجنيشن، مع التركيز أكيد على الباتر ريكوجنيشن وتمييز الأنماط وتعليم الآلة إن شاء الله. هذا الكورس إن شاء الله راح يكون كما ذكرنا الأكمل والأشمل على مستوى الوطن العربي، على مستوى اللغة العربية، في الإنترنت، في اليوتيوب يعني بالتحديد، وإن شاء الله راح يكون أيضا هو كورس مجاني. طبعا الكورس راح يتكون إن شاء الله من 14 شابتر مثل ما ذكرنا في الإعلان على الفيسبوك. يرجى رجاء أخويا من الجميع أنه قبل ما تدخلون في الكورس أنه تراجعون أساسيات الـ Statistics, Probability, Linear Algebra اللي مشروح عندنا في القناة في كورس Machine Learning سابقا قبل البدء بهذا الكورس، من أجل فهم المعادلات الرياضية والاشتقاقات والأمور الخاصة بالرياضيات في هذا الكورس. طبعا الكورس في البداية راح يتطرق في الشابتر الأول إلى Introduction to Pattern Recognition، أساسيات أو مقدمة إلى ما هو تمييز الأنماط، ما علاقته بالمشين ليرنينج، بالديب ليرنينج، بالريينفورسمنت ليرنينج، بالارتفيشال انتليجنس بصورة عامة، ما علاقته بالستاتستيكال اناليسيس، ما علاقته بالبروبابيليتي، ما علاقته باللينير الجبرا، ما علاقته بالبريدكشن وغيرها من الأشياء الأخرى. بعد ذلك طبعا راح ننطي في الكورس الأول إن شاء الله أو في الشابتر الأول مجموعة كبيرة جدا من الأمثلة للأشياء التي يمكن أن تعتبر هي باترن ريكوجنيشن. في الشابتر الثاني ان شاء الله راح نبدا بواحده من اهم النظريات في عالم الباتر ريكوجنيشن والماشين ليرنينج، واللي ايضا تطرقنا لها بشكل مختصر سابقا في كورس الماشين ليرنينج، اللي هي البايزيان ديسيشن ثيوري، نظريه القرار الخاصه ببايس. وطبعا يعني من خلالها راح نعرف انه شلون نقدر نسوي عمليه الكلاسيفيكيشن بالنسبه للسامبلز التابعه لكلاسز مختلفه. هذه طبعا تعتبر هي بارامتريك موديل، وايضا هي لها علاقه بالسوبرفايزد ليرنينج. بعد ذلك ان شاء الله في الشابتر الثالث راح نتعرف ايضا على الماكسيمم لايكليهود والبايزيان ديسيشن استيميشن، نوع جديد من انواع المسائل والمشاكل الخاصه بالباتر ريكوجنيشن، اشتقاقات رياضيه، برمجتها بالماتلاب، فهمها كخوارزميات، امثله رياضيه عليها محلوله، كلها ان شاء الله راح تكون موجوده عندكم. بالشابتر الرابع ايضا راح نكمل في هذا المسار والاتجاه مع الاكسبكتيشن ماكسيمايزيشن وايضا الميكستشر ديسيتي استيميشن، تفاصيل كثيرة جدا، اشتقاقات، أمور راح تكون مهمة جدا بالنسبة لطلبة البكالوريوس أو الماجستير والدكتورة، سواء كانوا على مستوى اللي يدرسون هذا ككورس ويحاولون أنه يفتهموا من أجل النجاح، أو بالنسبة للناس اللي هم يشتغلون بحوث علمية لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، ارتفيشال انتليجنس بصورة عامة. بعد ذلك راح يعني ننتقل إلى الشابتر الخامس اللي راح يناقش إن الهيدن ماركوف مودلز أو الاتش ام ام أو الهيدن أو الماركوف تشينز أيضا. هذا اللي هو يعني سابقا كان يعتبر هو شابتر واحد في مادة الباتر ريكوجنيشن، أما اليوم فهو يدرس ككورس متكامل لوحده في الجامعات العالمية، خصوصا على مستوى الماجستير والدكتوراه، يعني طلبة الدراسات العليا، لأنه مهم جدا في الكثير من البحوث العلمية في هذا المجال. بعد ذلك راح ندخل على ما يسمى بالبايزيان بليف نتوركس، شبكات الإيمان أو يعني الاعتقاد الخاص ببايزيان، وكيفية تأثير البروبابيليتي السابقة على البروبابيليتي اللاحقة، وكذلك يعني الحالة الحالية للسامبل أو الداتا سيت بصورة عامة. بعد ذلك كل هذه كانت هي عبارة عن البارامتريك مودلز، النماذج اللي هي معتمدة على البارامترز أو المعاملات أو الفاريبلز. بعد ذلك راح ندخل على ما يسمى بالنون بارامتريك مودلز، وراح نتعرف عليها بشكل مفصل أيضا، وأنواعها المختلفة، وما هي المشاكل التي تعالجها، الاشتقاقات الرياضية، البرمجة إلى آخره من الأمور الأخرى. بعد ذلك ان شاء الله في الشابتر الثامن راح نشوف ان شاء الله تفاصيل كثيره عن الفيتشر ريدكشن والفيتشر سيلكشن للتخلص مما يسمى بالكيرس اوف دايمنشناليتي، لعنه الابعاد. كلما كان لدينا فيتشرز اكثر، كلما كان لدينا ابعاد اكثر، كلما اصبح لدينا الموديل يعني معقد اكثر، والعمل عليه من اجل الليرنينج والتريننج راح يكون اصعب بكثير، فبالتالي نحتاج انه نقوم بعمليه اختيار مجموعه جزئيه من الفيتشرز او تقليل عدد الفيتشرز بخوارزميات معينه، ايضا اشتقاقات رياضيه وفهم عميق لهذه المفاهيم التي لا تخلو اي بيبر علميه في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم من تفاصيل لها علاقه بها. فبالتالي يعني سيكون من السهل جدا بالنسبه لمن يفهمون هذا الكورس فهم الكثير من البحوث العلميه والبيبرات الخاصه في مجال الباتر ريكوجنيشن او السيجنال بروسيسنج بصوره عامه ان شاء الله. بعد ذلك ان شاء الله راح ندخل على ما يسمى بالكي نيرست نايبرز كلاسيفاير، المصنف القائم على اساس اقرب كي من الجيران، وانواع المختلفه بالنسبه لل 2 dimensions 3 dimensions 4 dimensions بالاعتماد على number of features و number of classes. بعد ان شاء الله في الشابتر العاشر راح ندخل على ما يسمى باللينير discriminants والسبورت فيكتور ماشينز وانواعها المختلفه وكيفيه التحويل ما بين الابعاد 2 dimension 3 dimension 4 dimension وهكذا.
في الشابتر 11، ومثل ما وردتنا بعض الأسئلة على الفيسبوك أنه هل سيكون هناك نيورال نتورك في هذا الكورس؟ نعم، هناك تركيز كبير جدا على نيورال نتوركس، الشبكات العصبية، ديسيشن تريز، أشجار القرار وأنواعها المختلفة، أنواع المسائل التي نحتاج فيها ديسيشن تريز أو نيورال نتوركس، وما الذي نحتاجه بالبداية من أجل بناء النيورال نتورك واختيار عدد الطبقات فيها، وكذلك عدد الهيدن لايرز وهيدن نيورونز وهكذا. بعد ذلك راح ننتقل الى ما يسمى بالانسوبرفايزد ليرنينج والكلاسترنج، وسنرى كيف انه مساله الكلاسترنج تعتبر هي مساله مهمه جدا ومعقده جدا، لاننا في البدايه نحتاج ان نعرف عدد الكلاسترز او عدد الكلاسز من اجل ان نستطيع عمل الكلاسترنج بشكل صحيح، وهذا ايضا راح يكون فيها الكثير من التفاصيل التي ستكون مشروحه بشكل مفصل ان شاء الله. بعد ذلك راح ننتقل الى ما يسمى بالاندبندنت الالجوريثم اندبندنت ليرنينج ايشوز، اللي هي القضايا الخاصه بالتعليم والتي هي مستقله عن الخوارزميات والتي نستطيع تطبيقها على كل الخوارزميات التي سبق ذكرها وتعلمها. وهذا متى راح تكون هي الكروس فاليديشن، مساله متى نتوقف عن التريننج، متى نعمل تيستينج، متى يكون عندك الفرق ما بين الفاليديشن والتيستينج. يعني مثل هذا المخطط انا رايته في الكثير من الفيديوهات المنشوره او كثير من الاسئله المنشوره في الكثير من الجروبات العربيه عن معرفة يعني ما الذي تعنيه هذا النوع من الكيرفات، متى نتوقف عن التريننج، متى ستوب تريننج كير مثلا، متى إذا كان هناك فرق ما بين الكيرف الخاص بالتريننج والتستينج والفاليديشن، ماذا يعني هذا الشيء، كيف نستطيع تفسيره، كيف نستطيع فهمه. كل هذه الأشياء إن شاء الله راح تكون مشروحة بشكل مفصل. أخيرا في الشابتر 14 راح يكون هناك حديث عن الستركتشرال والسينتاكتيك باترن ريكوجنيشن، الذي له علاقة ب تمييز الأنماط الخاصة بالهاند ريتن letters، يعني الكلمات المكتوبة بخط اليد أو الكلمات اللغة الإنجليزية بصورة عامة، كيفية فهم الكلام المكتوب، يعني هذا له علاقة كبيرة جدا بالذكاء الاصطناعي، كيفية تحليل الجرافس أو تحويل الخرائط إلى جرافس إلى مخططات، أو يعني الاعتماد على الجراف ثيوري وغيرها من الأمور الأخرى، وكيفية تحليل هذه الصور وتحويلها إلى جرافس مثل ما ذكرنا، وتحليلها واستخراج value أو قيمة حقيقية منها. كل هذه الأشياء إن شاء الله راح تكون موجودة في هذا الكورس وأكثر، إضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة المحلولة، الهوموركات، البرامج، البروجكتس، التطبيقات، كل هذه إن شاء الله راح تكون موجودة في هذا الكورس. فنتمنى أن يكون الكورس عند حسن ظن الجميع، وننتظركم إن شاء الله مع تفاصيل الكورس في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامة.